بكم يا أعزائي، قد اشتقت لكم. إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ كانت فرنسا. هل لديكم فضول كبير عن الدولة التي سنسافر لها اليوم؟ سنسافر إلى دولة باردة، ولكن نستطيع أن نرى أعجب وأجمل سماء ليلية فيها. اسمها أيسلندا. إذن نسافر إلى أيسلندا الآن مباشرة. هذا علم أيسلندا. إن أيسلندا دولة عبارة عن جزيرة محاطة بالبحر من أربع جهات. عادة ينزل فيها ثلج هكذا، وكما ترون في هذه الصورة جبل عليه ثلج مكوم رائع جدا. هذه صورة شلال يطغي عليها سقوط كمية المياه الضخمة من مكان مرتفع. واو، هل ترون قوس قزح مزدوج؟ إنه منظر طبيعي عجيب. هذه صورة جزيرة صغيرة على البحر، ألوان السماء مع التوهج بارزة جدا. وهذه صورة الشفق القطبي الذي أحبه. هل تتساءلون إن كان هذا شكل السماء حقا؟ نعم، أنا أيضا لا أستطيع أن أصدق إنه فني جدا، صحيح؟ حاولوا أنتم أيضا رسم السماء هكذا، فيها ألوان وأشكال متنوعة. آخر صورة هي صورة قرية جميلة محاطة بالثلج، واليوم سنرسم هذه القرية معا، هيا بنا. أولا نرسم الأرض، بعد ذلك نرسم الجسر والبيوت في الجهة المقابلة. الآن انظروا فقط. بعد أن نرسم الأرض، سنرسم الجسر بشكل يضيق كلما ابتعد. هنا نهر، وهنا سنرسم طوبا. الثلج مكوم على الأرض. Thank you.
تحديد أماكن البيوت من البيوت القريبة حتى البيوت البعيدة في القرية المغطاة بالثلج. إذا انتهيتم، الآن سنرسم بشكل تفصيلي. هيا نرسم أعمدة حجرية في الأمام، كلما تبتعد كلما تبدو أصغر، صحيح؟ ربما تشعرون بالصعوبة عندما ترسمون بشكل مجسم في البداية، ولكن بعد التكرار أكثر من مرة لن تشعروا بصعوبة كبيرة.
نرسم مصباحين في الشارع وأشجار أيضاً. ارسم جبلا مغطى بالثلج في الوراء. إذا نمسح الخطوط التي رسمناها بشكل خفيف الآن. الأجزاء التي تم مسحها كثيراً نرسمها مرة أخرى. والآن لونوا بحرية كما تريدون. قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ قد رسمنا قرية جميلة مغطاة بالثلج. أصل لون الثلج أبيض، ولكن لا يجب أن تلونوا الأبيض. ارسموا ثلجاً رائعاً وأنتم تفكرون في كيفية رسم الثلج بشكل جميل. نعم، إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً. مع السلامة.